بصفة المشرف على مشاريع الصندوق في محافظة صلاح الدين باشرت الشركات المنفذة لمشاريع عادة الإعمار باستئناف العمل لمشاريع الصندوق في محافظة صلاح الدين والبالغة بحدود 43 مشروع. قيمة المشاريع التي تمت المباشرة بها بحدود 35 مليار دينار. المشاريع توزعت بين قطاع التربية، قطاع الصحة، قطاع البلديات، قطاع التعليم العالي، قطاع الطرق والجسور. الحمد لله اليوم طلعنا بيدينا نكشف على المشاريع وبدت عودة المشاريع للعمل. طبعا الصندوق مجموع مشاريع من 2017 لحد الآن تبلغ بحدود 86 مشروع أنجز بعضها وبعضها قيد الإنجاز. قيمة المشاريع بحدود 76 مليار دينار عراقي. والحمد لله مشاريعنا تنوعت بين دور عدالة، بين مراكز شرطة، بين مدارس، وإحنا نركز أهم شيء على المناطق المضرة مثل بيجي، يثرب، سليمان بيك، عندنا مناطق عزيز بلد. فالحمد لله رجعت الحياة بتوجيه من الدكتور مصطفى بالاستعجال وفتح عمل زين وتحقيق النسب لغرض إنجاز أكبر عدد من المشاريع خلال 2020.